السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمور وطلاب الصف الخامس الابتدائي المنهج اجدي. إن شاء الله يا شطار هنتكلم النهاردة عن الدرس رقم 3 في منهج الرياضيات الترم الأول. طب يا أستاذ الدرس الثالث ده بيتكلم عن إيه بمنتهى البساطة؟ بيتكلم إزاي إن أنت تكون الكسور العشرية وتعملها إيه وتحللها، تمام؟ ده الدرس الثالث. بس ما ننساش قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة يا أستاذ نعمل لايك للفيديو، تالت حاجة نروح نشترك في القناة. ليه؟ علشان إيه؟ قناتنا تكبر ونكبر مع بعض وإن شاء الله نبقى أكبر قناة رياضيات في الوطن العربي. ويلا بينا نبدأ درسنا مع بعض بمنتهى البساطة. مديك عدد 10 زي ده يا أستاذ. إحنا قلنا في الفيديوهات السابقة إن الجزء الأول ده بنسميه اللي هي الجزء العشري، الجزء مين؟ العشري. اما بعد العلامه او الجزء الثاني ده يا استاذ بنسميه الجزء مين؟ الجزء الصحيح، الجزء مين؟ الصحيح. اما في النص دي كنا بنسميها علامه عشريه. طيب هدف الفيديو بتاع النهارده يا استاذ ازاي العدد العشر ده نحلله باربع طرق. نعملها ايه؟ نحلله باربع طرق. اول حاجه يا استاذ تعملها لي ايه؟ تيجي عند العلامه العشريه دي وتقسم لي العدد الى نصين، تقسم لي العدد الكم نص؟ الى نصين. الجزء العشري لوحده والجزء الصحيح لوحده. ليه يا استاذ؟ ركز هنقول لك ليه. بص معايا، قلنا اللي بقى اول واحد بعد العلامه جزء من 10، ثاني واحد بعد العلامه جزء من 100، ثالث واحد بعد العلامه جزء من ايه؟ 1000. واحنا عارفين ان الخمسه في الصحيح احاد وفي اثنين في الصحيح ايه؟ 10. تعال نبدا باول طريقه نحلل بها العدد. نحلل بها ايه؟ العدد. قال لي بين الرقمين الخمسة والاثنين تضع لعايز علامة الزائد. اهي يا استاذ ما بينهم وضعت علامة الزائد. نكتب الخمسة. ركز ان الجزء الصحيح لا يحتوي على علامة عشرية، منزوع العلامة. طيب نكتب الخمسة. الخمسة يا استاذ دي علشان توصل الحد الفاصل اللي انا عملتها قدامها ارقام؟ لا، يبقى مش هتضع اصفار. زائد نكتب الاثنين. ادي لك الاثنين يا استاذ. طب الاثنين يا استاذ عشان توصل للحد الفاصل اللي انا عامله ده قدامها كم رقم؟ قدامهاش غير الخمسه، نستبدلها باصفار. تمام؟ طيب فركز ان الخمسه في الاحاد بكام؟ بخمسه، والاثنين في العشرات بكام؟ بعشرين. زائد اول ما تدخل في العدد العشري يا استاذ ده في الكسر العشري ده اول حاجه تعملها ليه؟ ايه؟ تضع زيرو والعلامه. ليه؟ لان الكسر العشري دايما اقل من الصفر، اقل من ايه؟ الصفر، يعني الجزء الصحيح اللي بكام؟ بصفر. نكتب السبعة. اهي السبعة عشان توصل لحد الفاصل اللي انا عملته قدامها ارقام؟ لا، يبقى مش هتضع قدامها اصفار. زائد زيرو علامة. ليه؟ لان دي كسور عشرية، دخلت في الكسور العشرية، ودايما الكسور العشرية الجزء الصحيح لها بكام؟ صفر. نكتب الخمسة. طب الخمسة عشان توصل لحد الفاصل اللي انا عملته ده قدامها كم رقم؟ ما قدامهاش غير رقم واحد، السبعة، نستبدلها بصفر. زائد زيرو علامة. نيجي نكتب التسعة. ادي التسعة يا مستر. طب التسعة عشان توصل للحد الفاصل اللي انا عملته ده قدامها كم رقم؟ قدامها رقمين، نستبدلهم بصفرين. فركز ان السبعة في الجزء من 10 سبعة من 10، والخمسة في الجزء من 100 خمسة من 100. طيب والتسعة في الجزء من 1000 التسعة من ايه؟ من 1000. تمام؟ ندخل على الطريقة رقم 2. الطريقة رقم 2 يا استاذ ابسط من الطريقة رقم 1. ليه؟ لان في الطريقه رقم 2 مش هتفك اللي هي العدد الصحيح والعدد العشري مع بعض، تفك واحد وتسيب واحد، تفك واحد وتسيب واحد. يعني مثلا انا هنسيب العدد الصحيح زي ما هو، مش هنفكه زي ما هو، اللي هو بعد مين؟ بعد العلامه. زائد تفك لده، تفك لمين؟ اللي هو الكسر العشري، وطالما كسر عشري يا استاذ يعني زيرو علامه، الجزء الصحيح اللي بصفر. نكتب السبعه. السبعة عشان توصل للحد الفاصل ما قدمهاش أرقام. زائد زيرو علامة. نكتب الخمسة علشان توصل للحد الفاصل اللي أنا عاملة قدمهاش غير السبعة، نستبدلها بصفر. زائد نكتب الزيرو علامة لأن أنا شغال في كسور عشرية، فلازم زيرو علامة لأن الجزء الصحيح هيتصفر، كتبتها. زائد ندخل على التسعة. التسعة عشان توصل للحد الفاصل قدمها رقمين بصفرين. طيب عملت إيه؟ أول طريقة إن أنا فكيت كله، فكيت الجزء الصحيح والجزء العشري. تاني طريقة هنثبت واحد ونفك واحد. نعكس. الطريقة رقم 3. أنا ثبتت الصحيح، لا هنفك الصحيح ونثبت العشري. نفك إزاي الصحيح؟
علامه الزائد وسطيهم، نكتب الخمسه، الخمسه عشان توصل للحد الفاصل ما قدمهاش ارقام عشان اضع اصفار، بالنسبه للاثنين نكتبها وقدامها كم رقم عشان توصل للحد الفاصل، قدامها رقم واحد نستبدل بها بصفر واحد، زائد زيرو علامه دخلت في الكسور العشريه اللي هي اقل من واحد الصحيه. طيب زيرو علامه انا مش هفك العدد العشر، هكتبه زي ما هو 7 5 9 بس، دي الطريقه رقم 3. ندخل على الطريقه رقم 4 اسهل منهم. الطريقه رقم 4 اسمها طريقه الوحدات. طريقه مين؟ الوحدات. ايه هي طريقه الوحدات؟ نبدا من الجزء الصحيح، نقول له الخمسه في الاحاد، خمس احاد، والاثنين في العشرات، واثنين عشرات، والسبعه، وسبعه في الجزء من عشره، جزء من عشره او اجزاء من عشره، والخمسه اجزاء من كام؟ من مائه، والتسعة في الجزء من ألف، وتسعة أجزاء من ألف. طيب يا أستاذ خدنا مثال فهمنا الليلة الأربع طرق اللي بنحلل بها الكسور العشرية، ندخل ناخد كمان مثال عشان نتدرب أكتر. يلا بينا يلا بينا، ونبدأ يا أستاذ في تاني مثال عشان نتدرب أكتر وبرضو الفكرة توصلك بنسبة 100%. تمام؟ طيب مديك عدد عشري، قلنا أول حاجة يا أستاذ نعملها نفصل، لازم نعمل حد فاصل بين من ومين؟ بين العدد الصحيح والأجزاء، دي أول حاجة نعملها. نبدأ بأول صيغة اللي هي الصيغة الممتدة، والصيغتين اللي بعدها التانيين دول إيه؟ مشتقين منها. طيب قلنا نعمل زائد بين السبعة والواحد، وبين مين؟ وبين الخمسة. يلا هيا يا أستاذ الطريقة رقم واحد، الزائد بين الخمسة والواحد، ودي لك الزائد بين الواحد والسبعة. نبدأ بالسبعة، السبعة عشان توصل للحد الفاصل اللي أنا عاملة ما قدمهاش أي أرقام. طيب نيجي للواحد، الواحد نكتبه زي ما هو. طيب عشان يوصل للحد الفاصل قدامه رقم واحد نستبدله بصفر. نيجي نكتب الخمسة، علشان توصل للحد الفاصل قدامها رقمين بصفرين، وطبعا طبعا الجزء الصحيح لا يحتوي على أي علامة إيه؟ عشرية، منزوع العلامة. ندخل على الكسر العشري، طول ما انا نطقت كلمة كسر عشري يبقى زيرو علامة، علامة عشرية. تمام؟ لأن الجزء ده دايما بيكون أقل من الوحدة الصحيحة. نكتب الخمسة، الخمسة عشان توصل للحد قدامهاش أي أرقام مش هنضع أصفار، زائد بالنسبة للصفر يا أستاذ إيه وضعها؟ الصفر في أي حتة مالش قيمة يبقى مش هنذكره أصلا. طيب ندخل على الواحد، زيرو علامة. الواحد يا أستاذ ينكتب زي ما هو، قدامه رقمين عشان يوصل للحد الفاصل، فبالتالي هنستبدلهم بمين؟ بصفرين. دي الطريقة رقم واحد اللي هي الطريقة مين؟ الممتدة. طب يا أستاذ عشان هي للأمانة العلمية الطريقة دي ممكن نفسروها أو لها صورة أخرى، لها إيه؟ صورة أخرى، لكن الصورتين نفس بعض. ماشي، إيه هي يا أستاذ؟ ركز معاي، بنسميها الطريقة التحليلية. الخمسة في المئات بمية، الخمسة في المئات في كام؟ فنضرب في مية، خمسة في المئات يعني تضربها في مية. طيب الواحد في مين؟ زائد الواحد في العشرات نضربها في عشرة، زائد السبعة في الأحاد نضربها في واحد، سبعة في الأحاد بواحد، زائد الخمسة في الجزء من عشرة يا إما تقسمها على عشرة أو تضربها في واحد على عشرة، زائد الصفر مالش قيمة ندخل على الواحد، الواحد في الجزء من ألف يا تقسم على الألف يا تضربه في واحد على ألف. الصيغة دي هي هي دي هي هي إيه دي. ركز معي، لو ضربت خمسة في مية تديني 500، لو ضربت الواحد في عشرة تديني العشرة، لو ضربت السبعة في واحد تديني السبعة، زائد لو قسمت الخمسة على عشرة تلاقيها خمسة من عشرة، لو قسمت الواحد على مية تلاقيها واحد من مية. تمام؟ دي هي هي دي هي دي، بس من يفضل إن أنت تستخدم دي، سيبك من دي خالص. ندخل على الطريقة رقم 2 اللي هي ايه؟ هنسيب الجزء الصحيح زي ما هو ونفك الجزء العشري. يلا سيب الجزء الصحيح زي ما هو اللي هو 517، زائد مين هنفكه؟ الجزء العشري. ها زيرو علامة دخلت في الكسر العشري، الخمسة قدامها أرقام عشان توصل للفاصلة، لا، زائد زيرو علامة، الصفر ممنوع تكتبه مالش قيمة في أي حتة. ندخل على الواحد،
الواحد قدامه كم رقم عشان يوصل للتحدي الفاصل؟ رقمين بزيرو ين صفرين. تمام، يبقى يا استاذ ثبت العدد الصحيح، ما فكتاش، فكت مين؟ الكسر العشر. نحجز نثبت الكسر العشر ونفك الصحيح. يلا نحط زائد بين الواحد والسبعة، اهي يا مستر، وزائد بين الواحد والخمسة، اهي السبعة تنكتب زي ما هي، ما قدامهاش ارقام عشان توصل للحد الفاصل. ندخل على الواحد، قدامها رقم واحد عشان يوصل للحد الفاصل بصفر واحد. ندخل على الخمسة، قدامها كم رقم عشان توصل للحد الفاصل؟ اتنين بصفرين زائد. تمام يا استاذ، ركز معي. بالنسبة للكسر العشر ينكتب زي ما هو بدون اي فكة، يعني زيرو علامة، خمسة زيرو واحد. تمام يا استاذ، ودي الطريقة رقم ثلاثة. ندخل على الطريقة رقم اربعة، وهي طريقة مين؟ الوحدات. نكتبها ازاي؟ ركز معي. عندي يا أستاذ سبع أحاد، سبع في الأحاد بسبع أحاد، والواحد في العشرات، وواحد واحد عشرة وخمس ميات، خمس مئات وخمس أجزاء من عشرة، وواحد جزء من مئة، وواحد جزء من مئة، من ألف. ألف. تمام يا أستاذ، وده الدرس كان بسيط وسهل جدا جدا جدا. وندخل ناخد آخر أمثلة بحيث أن أنا أكون قفلت لك الدرس، وطبعا حل التمارين بينزل مباشرة. يلا بينا، يلا بينا. وهنا يا أستاذ ننهي الدرس بالثلاث أمثلة دول. مديك الصيغة الممتدة نفسها، وعاوز الرقم نفسه. عاوز الرقم إيه؟ نفسه. قلنا أول حاجة نضع العلامة ونعمل حد الفاصل، نعمل الحد الفاصل اللي يفصل بين الأجزاء والصحاح. الصحاح ما عنديش غير أربعة، نكتب أربعة في الجزء الصحيح. نيجي للجزء العشر، الجزء من عشرة، ركز إن ده ما قدمش ولا رقم علشان يوصل للحد مين؟ الفاصل، يبقى نكتبه بعد الحد الفاصل على طول. ركز إن ده صفر، خلاص ده اللي بعد الحد الفاصل على طول. ده قدامه صفر واحد، يعني قدامه رقم واحد لغاية ما يوصل للحد الفاصل، هدي لك الرقم الواحد ونكتب الواحد. طب الخمسة قدامها كم رقم عشان توصل للحد الفاصل؟ رقمين، وهدي لك الرقمين ونكتب الخمسة. بكده يا أستاذ أنا كتبت العدد نفسه بكام؟ أربعة صحيح، وستمية وخمستاشر جزء من كام؟ من ألف، لأن آخر حاجة وصلت لها جزء من ألف. كمان مثال نعمل يا أستاذ، الفصلة والحد الفاصل اللي بيفصل بين الأجزاء واللي هي الصحيح. عنديش غير صحيح 134، 134. ركز الخمسة دي ما قدمهاش أي حاجة عشان توصل للحد الفاصل، يبقى نكتبها بعد الحد الفاصل على طول. الستة قدامها رقم واحد عشان توصل للحد الفاصل، يبقى نكتبها تاني رقم. تمام، وبكده يا أستاذ حصلت على الرقم نفسه اللي هو 134 و56 جزء من 100، لأن آخر حاجة وصلت لها مين؟ الجزء من. كمان مثال، عطني الصيغة الممتدة، عايز الرقم نفسه، أدي لك الحد الفاصل. والله عندي 230 و3، يبقى 233 في الجزء مين؟ الصحيح، 33. طيب نيجي للجزء من 10، الخمسة ما عند قدامهاش أي رقم عشان توصل للحد الفاصل، يعني بعد الحد الفاصل على طول. قدامها صفر واحد، يعني قدامها رقم واحد الستة اللي هو الخمسة. بكده يا أستاذ حصلت على العدد نفسه. وفي النهاية كده خلصنا الدرس، درسنا بسيط وسهل جدا جدا. ما تنسوش تدعوا الوالد الله يرحمه، وتفتكروني بدعوة جميلة منكم لعله يكون آخر لقاء. وبالله عليكم لايك للفيديو وتعليق بتم، تشترك في القناة عشان نكبر مع بعض، ونبقى بإذن الله أكبر قناة رياضيات في الوطن العربي. أنا عماد يسر، السلام عليكم.